أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. إن شاء الله مكملين مع كورس المحادثة، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن معلومة جديدة. لو كنت أول مرة تكون معانا في القناة، يا ريت تدعم القناة باشتراكك وتفعل الجرس علشان يصلك كل ما هو جديد، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. النهاردة وبإذن الله مكملين المحادثة، وإن شاء الله نتكلم في أول حاجة عن إنهاء الحديث ومغادرة الأشخاص. اتكلمنا في الحصة أو في الحلقة اللي فاتت عن مغادرة الأشخاص وإنهاء الحديث. النهاردة مكملين الكلام في نفس الموضوع. وأول حاجة، لو أنا خلصت كلام مع حد وهسيبه وهمشي، أقول له جود باي جود باي جود باي، مع السلامة. جود باي جود باي. أقدر أقول له كمان باي 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 باي، مع السلامة. بس الفرق ما بين الاتنين إن جود باي فورمال، يعني حاجة رسمية لو أنت بتتكلم بالرسميات. أما لو مع أصحابك وأصدقائك فأقول لهم باي باي، أو أقدر كمان أقول له باي. أقدر أقول له إيه؟ باي يعني سلام، باي. بعد كده كمان مكملين في المغادرة وإنهاء الحديث. see you later see you later see you later see you later، يعني أراك فيما بعد، أشوفك بعدين. see you later see you later. أو أقدر أقول له see you سلام see you، أو see you soon see you soon see you soon، يعني أراك قريبا. أقدر أقوله كمان bye for now bye for now، يعني سلام دلوقتي. bye for now bye for now see you later see you see you soon bye for now bye for now. بعد كده تعالى نتكلم عن تحية الأشخاص أول السنة. في أول السنة وتهنئة الأشخاص برأس السنة أو في بداية العام الجديد، أقدر أقول له Happy New Year Happy New Year Happy New Year. Happy سعيد، New جديد، Year عام. Happy New Year يعني عام سعيد عام سعيد. Happy New Year Happy New Year. بعد كده نقدر نتكلم عن التهنئة في عيد الميلاد. لو أنا هقول لواحد كل سنة وانت طيب، تهنئة في عيد الميلاد happy birthday happy birthday happy birthday، عيد ميلاد سعيد happy birthday. أو أقدر أقول له نفس الجملة فيها تغيير بسيط happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you. بعد كده تعال نشوف اللي معانا في المحادثة رقم 4، تهنئة الأشخاص. يعني حد من أصحابي عنده مناسبة سعيدة، فرح، جواز، أنجب، اشترى عربية جديدة، لا وظيفة جديدة، اشترى شقة جديدة، نقل لمكان أفضل، حصل على مكانة أو بوزيشن في الشركة أفضل، فلازم أهنيه. علشان أهنيه أقدر أقول له congratulations 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 congratulations، تهانينا congratulations 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 congratulations، تهانينا. أو great news، أخبار عظيمة. great news أخبار عظيمة great news أخبار عظيمة. نجح في امتحانه أقول له well done well done well done، أحسنت. well done well done أحسنت. أقدر أقول له كمان what a fantastic news what a fantastic news what a fantastic news، يا لها من أخبار رائعة. what a fantastic news what a fantastic news. أقوله مرة تانية congratulations congratulations congratulations
great news, great news, well done, well done. What a fantastic news, what a fantastic news, what a fantastic news. يا لها من أخبار رائعة. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.